جماعة الحوثي تتراجع عن قرار إلغاء التعامل بالطبعة النقدية الجديدة بعد تراجع الشرعية عن إلغاء جوازات السفر. لنشاهد التفاصيل. توقعت مصادر اقتصادية اليوم بأن سلطات جماعة الحوثي ستتراجع عن قرار إلغاء التعامل بالطبعة النقدية الجديدة الصادرة عن البنك المركزي اليمني بالعاصمة المؤقتة عدن. وذكرت المصادر الإخبارية أن سلطات الحوثي ستتراجع عن ذلك القرار المجحف بحق 100,000 من العمال والموظفين الذين قسمت ظهورهم فوارق التحويل بين صنعاء وعدن. ونوهت المصادر بأن قرار بنك صنعاء المركزي الذي تديره جماعة الحوثي تسبب بحرمان قطاع كبير من موظفي الدولة في صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرتها من مرتباتهم التي كانت الحكومة اليمنية المعترف بها باشرت بصرفها. وكانت الحكومة اليمنية قد وافقت يوم الخميس الفائت على السماح لحاملي جوازات السفر الصادرة من المحافظات الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي بالسفر خارج اليمن لتزيل عقبة كبيرة أوقفت استئناف الرحلات التجارية من مطار صنعاء الدولي بموجب اتفاق هدنة إنسانية أممية بدأ سريانها منذ بداية شهر رمضان المبارك. إلى ذات السياق، علق قيادي بارز في قوات الجيش الوطني باليمن على موافقة الحكومة الشرعية لكل المطالب التي تتقدم بها جماعة الحوثي عبر المبعوث الأممي إلى اليمن، وكان آخرها السماح باعتماد الجوازات الصادرة عن صنعاء للسفر للخارج. وقال النقيب جلمود لقمشي في تغريدة له على حسابه بتويتر: الناس جابت للإرهاب الحوثي الإيراني كل ما يريده من أجل أن تفوت عليه كل فرص التنصل والهروب عن السلام. فضلا وليس أمرا، لا تنسى الاشتراك بالقناة مع تفعيل زر الجرس لتصلكم جميع الأخبار في وقتها.